أقضية عاصمة الملايين ميدان الوثبة، ضمن انطلاقة هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان جائزة زايد الكبرى في يوم المنتجين في يوم الانتاج، شوط ينطلق بحفظ من الله ورعايته، شوطنا الثالث في تعداد هذه الانطلاق عبر قناة ياسر الرياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات مقدمة الشوط والمركز الأول، من تاتي مع الصدارة والمقدمة باندفاع ومتقدم هناك أرى اللي هو سالم بن عبيد بن سالم الراشدي من يقدم لنا هجوم مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز اليازي سيف بن محمد بن فن المحيربي من يتقدم مباشرة ويقدم لنا أنتاجه ويقدم اليازي مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز انطلاق مباشر في هذه اللحظات من تتقدم هبة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا هبة مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمة بغداد سعيد بن راشد بن سعيد الزرعي يتقدم مباشرة مع المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر من تصل في هذه اللحظات دمعة عبد الله بن عبيد بن راشد بن عاضد المهيري من يقدم لنا دمعة، وصول جديد وقدوم في هذه اللحظات أرى اللي هي خلود سعيد بن أحمد بالعكو السلمي من يقدم لنا هذا الاسم. هكذا الأسماء وهكذا المنتجين في عاصمة الملايين في عاصمة الميادين. الوصول من انتاج بن زيتون بدأ يتقدم في هذه اللحظات من ضبية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من قدم لنا الشوط الأول الرئيسي بناموس وانتصار. القدوم والوصول في هذه اللحظات القدوم والوصول مشاهدين الكرام تنطلق مباشرة أرى اللي هي تنظيم أول إذاعة لتنظيم يتقدم مشاهدين الكرام رعى العشوة من يقدمها حمد بن سعيد آل سالمين المنصوري. هكذا النتيجة هكذا الأسماء لنا عودة إلى مقدمة الشوط لنا عودة إلى المركز الأول. من تسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول تجمع المنتجين في عاصمة الميادين وفي عاصمة الملايين ميدان الوثبة. مقدمة الشوط اليازي اليازي على الصدارة هي المسيطرة هي المنطلقة مشاهدين الكرام حتى هذه اللحظات يعلن الحضور ويقدمها سيف بن محمد بن فن المحيربي. المركز الثاني القادمة مشاهدين الكرام ضبية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم هذا الاسم. المركز الثالث وصول جديد على القدوم هناك من شواهي راشد بن دنان بن فالح الشامسي يقدم لنا هذا الاسم. ومن الجانب الآخر تنطلق مباشرة دمعة عبد الله بن عبيد بن عاضد المهيري. وصلت الأسماء وصل الكل القدوم والوصول في هذه اللحظات أرى اللي هي خود علي بن راشد بن علي المري أول إذاعة لخود والقدوم الجديد من جدل عبيد بن خميس بن شلبود الخيلي. الكل بدأ يتقدم بن سالمين من يقدم لنا تنظيم تتقدم مباشرة ولكن أرى القدوم السريع والقوي والمفاجي هناك من مذيار سالم بن سعيد بن غفان اليابري. وصلكم اليابري وانتاجه مع المركز السادس وغيرت إلى الثالث. اجتمعنا الأسماء اجتمع المنتجين هناك مشاهدين الكرام جواهر ترشون بن صالح العامري. هكذا النتيجة هكذا الأسماء هكذا الكل يقدم ما لديه من أجل فوز وانتصار في أغلى المهرجانات جائزة زايد الكبرى. نعود إلى المقدمة نعود إلى المثلث الذهبي مع الصدارة مع البداية مشاهدين الكرام في مقدمة الشوط ومع المركز الأول بهذا الانطلاق المميز. هناك على الصدارة على المقدمة مشاهدين الكرام وعلى الصدارة وعلى البداية هلولة من تاتي اللي هي شواهين راشد بن دنان بن فالح الشامسي يقدم لنا هذا الاسم. هكذا النتيجة هكذا النتيجة الناموس إلى وين الفوز إلى وين الانتصار مشاهدين الكرام اللي في المركز الثاني وغيرت مع الصدارة احتلت المركز الأول جدل وما فيه جدل إلا الناموس جدل عبيد بن خميس بن شلبود الخيلي. وهناك أيضا يتقدم مشاهدين الكرام راشد بن دنان ولكن القادم أحلى الواصلة مشاهدين الكرام والمنطلقة في هذه اللحظات مذيار مذيار اليابري مع المركز الثالث سالم بن سعيد بن غفان الجابري يوصلون خلود
خلود خلود خلود بالعكوي بالعكوي اعلن حضوره اعلن انتاجه اعلن فوز وانتصار. ها هو الابداع وفلا، ها هو الانتاج وفلا، ها هو الانتاج الابرز. سلام يا السلمي سلام، سلام بالعكوي سلام، سلام خلود خلود. وتقول اليوم بالعكوي موجود بالفعل. اشكرك على هذا الابداع هنا وسلالة خلدون تحضر في هذا الصباح. الانتاج من الام والاب، سلام انتاج القبيب، سلام يا اهل القبيب. انتاج انتاجين، الناموس ناموسين، هيراوي الانتاج. تهانينا والناموس لسعيد بن احمد بالعكوي السلمي على هذا الفوز والابداع. الانتاج من الام والاب المركز الثاني. من اتت مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز هناك شواهين راشد من دنا بن فالح الشامسي المركز الثالث. من وصلت جدل عبيد بن خميس بن شلبود الخيلي المركز الرابع. رابع المراكز هناك اللي هي مذيار سالم بن سعيد بن غفان اليابري. وخامس المراكز مشاهدينا الكرام الشامخه سيف بن محمد بن عصيان المنصوري. هكذا النتيجه، ولكن اهل الهير اهل الهير بالفعل حضروا بانتاجهم. وهدة الفوز والناموس مالكها مشاهدينا الكرام خلود وسلاله خلدون الام والاب يا بالعكوي. اسعد الله صباحك وسق الله دارك. سعيد بن احمد بالعكوي السلمي وسلام القبيب وسلام الهير على هذا الانتاج الطيب ولهذا الحضور المشرف في مهرجان جائزه زايد الكبرى. التوقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانيه. 6 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك مشاهدينا الكرام. خلود تعود الملكيه. سعيد بن احمد بالعكوي السلمي المركز الثاني. من وصلت مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز اللي هي شواهين راشد بن دنا بن فالح الشامسي. قطعت المسافه في زمن وقدره 5 دقائق 58 ثانية. 9 من الاجزاء. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام اللي هي جدل عبيد بن خميس بن شلبود الخيلي. قطعت المسافه في زمن وقدره 5 دقائق 59 ثانية. جزئين من الثاني. هكذا النتيجه. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعين الكرام اسعد الله.